السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا تمرين وهما تمرينين في الدرس ديال الحجم والسياق. إذا بدأوا على بركة الله، حاولوا تركز لكم بزاف على الكتاب الجيد حيت فيه تمارين مزيانين. باش كل شيء يستفاد اللي عنده الكتاب غادي يعاود يستفاد من التمارين، والمناطق اللي ما عندهمش هذا الكتاب يستافدوا من التمارين. المهم اللي عنده شي تمرين مزيان يصيفطوا ونخدموا ونستافدوا منه أجمعين. إذا التمرين 6 صفحة 122 كتاب الجليد مستوى السادس. حوض أسماك سعته 27000 سنتيمتر مكعب وبه 5.25 لتر، لأن هذا الحوض فيه 5.25 لتر من الماء. أراد صاحب هذا الحوض ملأه إلى 3 على 4 من حجمه، وحسب عدد اللترات التي يجب صبها في هذا الحوض. شحال من لتر خاصنا نزيدو؟ إذا الحوض هو هذا، فيه شحال فيه ديال الماء؟ فيه 5.25 لتر، وبغينا نزيدوه باش يوصل فين يوصل؟ يوصل 3 على 4. إذا هذاك الشيء بغينا نزيدو هنا هو اللي كنا نعرفو. إذا نخدمو التمرين ونزداو. إذا رحنا في المعطيات، عندنا حوض الأسماك، حوض الأسماك سعته، قالنا فاش عطينا السعة عطاونا الحجم، هذه راه سعته هي حجمه 27000 سنتيمتر مكعب وبه 5.25 لتر من الماء. أراد صاحبه الحوض ملأه إلى 3 على 4 من حجمه. أحسب عدد اللترات، ما بغينا نحسبو شحال من لتر التي يجب صبها في هذا الحوض. إذا كما شرحت لكم راه مفهوم هذا التمرين. إذا نبداو على بركة الله. إذا أول شيء غادي نمشيو نحسبو، نحسبو سيدي السعة ديال الماء في الحوض، السعة الأولى سعة الحوض، سعته الحوض حيت هما عطاونا الحجم، هذاك راه خطأ، حجمه 27000. إذا حنا نحسبو سعة الحوض، 600، عندنا الحجم تساوي 27000 سنتيمتر مكعب، وغادي نحولو نديرو في الجدول، نحولو لديسيمتر مكعب، وديسيمتر مكعب هو اللتر، إذا هو 27 لتر، هذا هو هادي السعة ديال الحوض، السعة ديالو هي 27 لتر. مزيان، بعد منها غادي نمشيو نحسبو واش قال لينا، بغا يملأو لتلاتة أرباع، إذا نمشيو نحسبو حنا ديك تلاتة أرباع شحال نساويهم بلتر، إذا الحجم ولا السعة، حيت دابا مشينا للسعة، إذا ممكن نكتبو تا الحجم تا هي بطريقة ممكن نحسبو بها، إذا السعة تلاتة أرباع الحوض، السعة ديال تلاتة أرباع ديال الحوض. شناهي؟ هي هادي هنا 27 لتر، ونضربوها في 3 على 4. إذا فاش نضربوها في 3 ونقسموها على 4، غادي نوجدو تتساوي هي 20.25 لتر. إذا هادي هي 3 على 4، يعني إذا شدينا الحوض هو هذا وقسمناه على 4، مزيان، حنا بغينا يوصل لهنايا، يوصل من هنا حتى لهنا، يعني هادشي يتم 3 على 4، هي هادي، هاد 3 على 4 هي 20.25. حنا فيه واحد الكمية ولكن معرفناش شحال واصلة، ولكن تنعرفو شحال ساوية، هاديك الكمية كاينة تتساوي 5.25 لتر. إذا شحال غادي نزيدو حنا باش يوصل حتى لهنا؟ مفهوم؟ هي باش تفهمو وتستوعبو شنو غادي يوقع. إذا شنو غادي نديرو حنا؟ غنحسبو دابا عندنا حجم ولا سعة الماء الموجود في الحوض، هي سعة الماء الموجود، إلا وين نكتبوها ماشي مشكل، مكتبناهاش ماشي مشكل، موجود بالحوض هي 5، نتأكدو في التمرين بأن هي 5.25 باش ميكونش عندنا شي خطأ لتر. إذا كمية
الماء التي يجب إضافتها ليصل إلى 3/4 من حجمه هي إذا بعد أغني نكتبه من الفوق إذا مسحو نكتب الجواب من الفوق نكتبه هنا شنو هي هذاك 3/4 شحال ساوية هي 20.25 لتر نقصو منها حيت هادي راه هاديك 3/4 كاينة في هاديك الملكي اللي موجود قبل نقصوها 5.25 لتر غادي تعطينا 15 لتر إذا هذه هي كمية الماء التي يجب إضافتها إلى الحمض إذا هذا بالنسبة للتمرين رقم 6 نشوفه الآن إذا نقلت صح شوف التمرين رقم 11 والصفحة 123 هو تمارين تيبان العموم بسيط وفي شويه ديال في واحد الملاحظه داكشي علاش بغيت نديرو بالضبط اذا نقلت صح امسح التمرين حتى هو انا كان وصلني في الواتساب اذا هنا في التمرين استخدم الاعداد الطبيعيه استخدم الأعداد الطبيعية فقط الأعداد الصحيحة يا رواخ الأعداد الصحيحة الطبيعية فقط للتعبير عن كل سلعة من السلعات التالية إذا عندنا 8.5 لتر بعد منها 2/13/52 لتر حتى هي بعد منها 1.04 ديسي لتر وبعد منها 7/20 ديكا لتر إذا قراو مزيان التمرين وحاولوا تجاوبوا عليه هو تمرين تيبان سهل ولكن فيه واحد المعطى هو اللي بغيت أنا نوصل لكم وتفهموه مزيان اذا نستخدم هنا راه الاعداد الصحيحه الطبيعيه باش نتكلم فقط هنا غادي نستخدمو التمرين للتعبير عن كل سعه من السعات ناخذ مثال اذا هذا واش عدد طبيعي عدد صحيح طبيعي ماشي عدد صحيح طبيعي اذا بطريقه اخرى ممكن السؤال يتعطى بطريقه اخرى الطريقه اخرى شنو هي حول فهمنا حول الى سعه لكي الى سعه اخرى باش تفادى الفصيل اذا هاني يا نرسمو الجدول عندنا الهكتو لتر عندنا ديكا لتر عفوا ديكا لتر لتر ديسي لتر سنتي لتر والميلي لتر هذا هو الجدول ديال السعر نجيو سيدي نضربو فيه 8.5 لتر رقم الوحدات هو 8 نضربو في اللتر ها هي 8.5 إذا راه كاين عدة أجوبة إذا السؤال غادي نمسحو باش نجاوب عليه هنا بكل واحد نخدمو عليه في الجدول ونجاوبو عليه إذا 8.5 لتر بعدد صحيح طبيعي إذا نحيدو الفصيلة ونديرو عندنا 85 ديسي لتر هذا ممكن نحولها سنتيلتر
هي 850 سنتيمتر. ممكن هي نزيدو صفر، هي 8500 ملي لتر. اذا اي وحده في هادو راه صح، فيهم عدد صح. طبعا هادو معناته التمرين دول المعنى ديالو فهمنا، يعني نتفاداو الفصيل. اذا كتبت هذه صحيحه، كتبت هذه صحيحه، كتبت هذه ما نطلبينش بثلاثه، نطلبها واحده. نمشيو للمثال الموالي. المثال الموالي هو 2 في 13 على 52 لتر. هنا عندنا عدد كسري مضروب في هذا، اذا غادي نضربو 2 في 13 هي 26 على 52 عفوا لتر. قسم 26 على 52 غادي توجد هي 0.5، حيت 26 هي النص ديال 52 لتر، وهي اللي غادي نجي نوضع هنا، ما غاديش نجي نوضع عدد كسري. اذا شنو هو رقم الوحدات؟ هو صفر، وغادي نوضعو في اللتر. صفر هنا وهنا 5 تساوي، نحيدو اذا نحيدو الصفر ونحيدو الفاصلة، اللي هنا 5 ديسي لتر، ممكن هي 50 سنتي لتر، ممكن هي 500 ملي لتر. اذا هادو الثلاثة كلهم صحاح، وحدة فيهم كافية. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا شنو المطلوب في التمرين. هو راه التمرين تيبان على العموم ساهل، ولكن خاصك تفهم السؤال مزيان. نمشيو اللي بعد منها، هي الا فهمتي هادي وهادي راه الاخرين نفس الطريقة. اذا 1.04 ديسي لتر، خدموها وخدموا الاخرى وعاد رجعوا شوفوا صحيح مزيان. اذا رقم الوحدات هو واحد ونضعوه في ديسيلتر، 1.04. اذا واش غادي خاصنا؟ قالنا عدد صحيح، عدد صحيح. اذا واش غادي نحولوه للسنتيمتر؟ الا حولنا للسنتيمتر تولي الفاصله، اذا خطا. اذا غادي نحولوه فقط، عندنا جواب واحد هو 104 مليلتر، عدد صحيح 104 ملي لتر. نمشيو للمثال الأخير، عندنا 7 على 20 ديكا لتر. غادي تحسبوها وغادي توجدوها، غنشوفو أنا شحال وجدت فيها. هي 0.35 ديكا لتر، تبقى نفس الواحد. قسمو 7 على 20 غتوجدو هي 0.35. نجيو نوضعوها في الجدول، نشوفو فينا هو رقم الوحدات هو صفر، والوحدة هي ديكاليتر. ها ديكاليتر نوضعو فيه 0.35. بعد منها غنحولو. إذا واش غادي نحولو للتر؟ لا، إلا حولنا للتر بقى عندنا الفاصلة، غادي نحولوه لديسيليتر. هي 35 ديسيليتر، اللي هي ممكن نحولو كذلك 350 سنتيلتر، ممكن هي 3500 ملي لتر. إذا هاد الأجوبة الثلاث كلها صحيحة. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد التمرين. إذا هاد هادشي اللي بغيت نوصل لكم، إلا بغيت توضع لكم بحال هاد السؤال هذا، تكونوا على علم به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.